من أعالي جبال الجرجرة وبالتحديد في قرية أيت سعدة، تحتفل العائلات الأمازيغية في الجزائر بحلول السنة الزراعية الجديدة، احتفال تقليدي سنوي تنحر فيه ثيران ويوزع اللحم على سكان القرية بالتساوي، وتسمى العملية بتمشريطة أو لوزعة. هنا في أيت سعدة نتبع تقليد تمشريطة، نوزع اللحم، كل عائلة ستحصل على نصيبها الليلة وسنأكل جميعا نفس الوجبة، الأغنياء والفقراء سيأكلون نفس الطعام. الهدف هو جمع شمل الأهالي والاحتفال برأس السنة الأمازيغية على طريقة أجدادنا. أجواء احتفالية عادة ما تكون مصحوبة بإعداد أطباق مخصصة للمناسبة ومميزة، كالكسكس مع الخضار وكل أنواع الفواكه المجففة والمكسرات. يفضل أهل القرية أن تقام هذه العادة في الحقول للتبرك بسنة زراعية جديدة، على وقع أنغام فرقة إطبالنا المحلية التي تضفي على الأجواء طقوساً من الفرح. يناير مناسبة سعيدة مثل العيد أو المولد النبوي، ونحن نحتفل بكل هذه المناسبات. يحرص الأمازيغ في دول المغرب العربي على الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة، أو كما يسمونها يناير، حفاظاً على تقاليدهم المتوارثة. وتبقى هذه الاحتفالية مناسبة موحدة لاحتفالات تراثية وثقافية تجذب في بعض المناطق سياحاً محليين وعالميين للتعرف على تراث المنطقة وسكانها.